ترك اهتمام الإنسان العماني بعمارة المساجد أثره في العديد من الولايات، وعني ببناء المساجد لإقامة الشعائر الخمس في كل حارة وبين الجبال والأودية لأداء صلواته، وأوقف لها من ماله ليضمن لها العناية والرعاية وتكون صدقة جارية له. امتازت عمارة المساجد في عمان ببعض الجوانب التي قد لا تشاهد في مساجد الدول الأخرى، منها تلك المساجد الصغيرة التي تنتشر في عدد من الولايات بين التلال والأودية، وفي مناطق خارج المدن تعرف بمساجد العباد، حيث يوجد عدد منها في ولايات نزوة وبهلا والرستاق وغيرها من الولايات العمانية. وبحسب ما يرد في المصادر التاريخية فإن هذه المساجد كانت قائمة قبل عهد اليعاربة. تذكر بعض المصادر أن في نزوة وحدها أكثر من 70 مسجدا من مساجد العباد اندثر بعضها، والبعض الآخر لا يزال قائما، حيث تنتشر هذه المساجد على أطراف المدينة في منطقة سعال وبالقرب من مقبرة الأئمة، حيث بني بعضها على مستوى الأرض والبعض الآخر فوق التلال الصخرية المحيطة بهذه المناطق. بنيت هذه المساجد من أساسات الحجر والصاروج وحوائطها من الطين، ومبنية في الغالب على التلال، حيث يتم تسوية الأرض على شكل مصطبة يبنى عليها المسجد. ورغم حجم هذه المساجد إلا أنه قد أوقف لها أموال كثيرة ولها وكلاء إلى يومنا هذا. وإذا ما تجولنا في هذه المساجد نستشعر روحانية المكان وبساطة البناء والهدوء الذي يبعث للنفس السكينة، ويشعرنا السبب من وراء بنائها خارج المدن، حيث البعد عن الصخب ورغبة النفس في الاختلاء والتدبر والاعتكاف. لا تزال هذه المساجد قائمة حتى يومنا، تحكي حالة معمارية قد تكون استثنائية، تحظى بعناية وكلائها وتنتظر مزيدا من العناية لترميمها وصيانتها.